أصل إلى المحور الأخير من كلام الناس في هذه الحلقة الليلة مع فخامة الرئيس أمين الجميل المرشح عن المقعد الماروني للانتخابات الفرعية في المتن الشمالي. فخامة الرئيس، كيف وماذا لو تعاطى الرئيس بري مع نتائج ومفاعيل الانتخابات الفرعية بشكل سلبي؟ كيف تتوقع يكون ردة الفعل؟ ماذا لو لم يتم القبول بنتائج هذه الانتخابات؟ نحن كما ذكرت عم نخوض هالمعركة بقناعة، وأنا مطمئن لدستورية وقانونية هذه الانتخابات. عم بحكي كرئيس جمهورية سابق، عم بحكي كرجل قانون، هذه الانتخابات هي انتخابات دستورية 100%. هلأ ما رح ندخل بدرس دستوري حول هذا الموضوع، وبعتقد أنه الرئيس بري هو واعي تماماً، وما بعتقد رح يكون عنده اي موقف سلبي، لا سيما انه هذا الموضوع كذلك الامر من اختصاص المراجع المختصه منها المجلس الدستوري مثلا للبت بدستوريه او عدم دستوريه هذه الانتخابات، وليس من صلاحيه رئيس مجلس النواب البحث بهذا الامر. على كل حال نحن لنا ثقه بالرئيس بري، ولابد انه سيتعاون مع هذا الامر بموضوعي. فخامة الرئيس، النائب سعد الحريري وأثناء يعني التعبئة للشارع البيروتي عشية الانتخابات الفرعية في بيروت، أيضا يعني بالمقعد الشاغر باستشهاد وليد عيدو، يدعو إلى تجديد الحوار حول الحكومة وحول الرئاسة وحول كل الأمور. حسب معلومات فخامتك، هل في إمكانية بالوقت الحاضر لاستئناف هذا الحوار و انطلاقا من المبادرة الفرنسية؟ وفخامتك شاركت بآخر لقاء بقصر صنوبر، هل تلقى المبادرة الفرنسية مصير المبادرة العربية، أم أنها تؤسس لهذا الحوار الذي دعا له مجددا سعد الحريري؟ نحن للحوار، هذا واضح، وللوفاق، لأنه بالنهاية لا سمح الله نرجع نخبط بعضنا ونحارب بعضنا وإلى ما هنالك. بالنهاية المحصلة كل هذه الحروب ترجع بتنتهي بالحوار. طيب ليش ننطر كل انه بعد خراب البصرة تنرجع بعدين نحكي بالحوار؟ نحن هذا مطلبنا، وهذا بعتقد اللي بيخدم كل الافرقاء على الارض. نقعد حول طاولة، لشو بفرنسا او بغير محل، لشو مع الغرباء؟ نرجع رئيس مجلس النواب يرجع يدعي لمجلس لهيئه الحوار، وكون بعتقد كلنا تعبنا ما عندنا خيار. بعدين استحقاق رئيس الجمهوريه اذا ما تم دفعنا البلد كمان نحو المجهول. فنحن بنصر الانتخابات الرئيسيه تكون بموقعها، وما ممكن نقبل بفراغ رئاسي. لا هذا الفراغ يخدم مصلحه لبنان، وبالتاكيد لا يخدم مصلحه المسيحيين. يعني اللي حقيقة حريص على مصلحة المسيحيين ودور المسيحيين كان لازم الأولوية تكون انتخاب رئيس الجمهورية. نعم. بأي ثمن وبأي أكيد نحن بأي نصاب كمان فخامة الرئيس؟ يا سيدي نحن هلا بهمنا نصاب الثلثين، هذا التقليد وهذا الدستور وهذا يعني كل الأصول تقتضي أنه تكون بالثلثين. هلا كذلك أمر هذه ضمن المهلة اللي هي الشهر قبل انتخابات رئيس الجمهورية. هلا اذا في استحاله، في دراسات متعدده واراء متعدده انه بظروف استحاله انتخاب الرئيس مده الشهر، نعم، ومن اجل ضروره املاء هذا المركز ومنعا للفراغ، ساعتها بدها تتاخذ كل الاجراءات من اجل انتخاب رئيس وتامين استمراريه الدوله والمؤسسات الدستوريه. الرئيس بري بيأكد لرضوان عقيل البارحة بالنهار ان الانتخابات في موعدها ولن اقبل بغير الثلثين نصابا وبالتوافق، وبيستشهد بموقف النائب طبارة، ليش طبارة بيقول عنه هذه القامة القانونية والدستورية. عمليا اذا ما قبل الفريق الاخر الا بنصاب الثلثين، رح تمشوا انتم بالنصف زائد واحد في خامة الرئيس؟ يعني في هون ما راح ادخل بدراسه المواد القانونيه، نعم، انما في بعض المواد خاصه اذا حصل فراغ، يعني ب 23 تشرين الثاني نهايه، نعم، الولايه ما تم انتخاب الرئيس، في الماده 74 و75 واضحه من الدستور. فاذا في على كل حال الدستور لاحظ حلول
لكثير من الاستحقاقات. وبالتالي مثل ما سبق وقلت لابد من انتخاب رئيس قبل نهاية الولاية. فخامة الرئيس، يعني قبل ما أدخل بموضوع مواصفات الرئيس، لماذا لا تقبلون بالحكومة التي ستسهل عليك، حكومة الوحدة الوطنية التي تطالب بها المعارضة، التي ستسهل عليكم حكما انتخابات رئاسة جمهورية بالثلثين ومن دون العودة إلى النصف زائد واحد؟ يعني لماذا لا يتم الفصل بين الحكومة وبين رئاسة الجمهورية؟ كل الأدبيات السياسية اللي عم نسمعها بالوقت الحاضر من تصاريح وغيره من قبل المعارضة حول موضوع الحكومي كله بدل على أنه بدنا حكومي بديلي لانتخابات رئيس جمهورية. يعني من شكل حكومي المعارضة قادر تعمل كنترول إلها، نعم، وبالتالي طالما الحكومة موجودة وعم بتسير الأمور وفي صعوبة لانتخاب رئيس والتفاهم حول شخص الرئيس، فإذا تبقى الحكومة هي بتأمن الاستمرارية بغياب إذا لم نتمكن من انتخاب رئيس. يعني بتكون الحكومة هي حكومة بديلة، وأنا سميتها مجلس رئاسي. يعني الحكومة المعارضة بالواقع عم بتحاول تشكل اليوم مجلس رئاسي بكون هو بيملي المرحلة الانتقالية بعد نهاية الرئاسي ولا ليس ما ينتخب رئيس جديد. وأنا بعتقد أنه إذا ما قدرنا ننتخب بالمواعيد المحددة سيسلم هذا المجلس الرئاسي إذا تشكل، وإذا وهذا أنا بلاقي صعوبة على تشكيله، بس نفترض جدلا تشكل مجلس الرئاسي وبتطير انتخابات الرئاسي، بتطير انتخابات الرئاسي إلى ما شاء الله، ومجلس الرئاسي هذا بالذات بكون بمثابة برج بابل، بكون خسرنا الرئاسي، خسرنا الحكومة، ودخلنا البلد بمأزق ما بنعرف وين بتكون. يعني الخوف على موقع رئاسة الجمهورية الماروني إذا تم تشكيل حكومة انتقالية ممكن تهدي سنة أو سنتين. يعني هذا يعني التوجه في التصريح واضح، يعني في كثير تصريح توحي بذلك، بس التصريح الأخير الواضح كان للنائب محمد رعد اللي قال يعني الأرجح أنه وكان عم بيوحي أنه ما رح نقدر ننتخب رئيس بالمهلة المحددة. فخامة الرئيس، فإذا نشكل الحكومة حتى تكون هي الحكومة اللي بدها تشكل البديل. فخامة الرئيس، ليش ما بتتعاونوا مع الرئيس نبيه بري بتسهيل الانتخابات الرئاسية؟ لأنه الرئيس بري مثل ما فهمنا رح يبلش تحرك تحضيري بعشرين آب للاستحقاق الرئاسي. يعني مثل ما عم نفهم انه حتى قوى 14 اذار باجتماعها خميس الماضي تحضير الانتخابات الفرعيه رجعت تصر على ان يكون احد مرشحي 14 اذار هو الرئيس المقبل. هل انتم مستعدين للتنازل عن هذا الموضوع؟ ما هي مواصفات رئيس الجمهوريه المقبل؟ ام انكم تلبون الرغبه الامريكيه التي عبرت عنها كوندوليسا رايس حين قالت انها لا تريد رئيسا يذكر بالاحتلال السوري؟ اولا بالنسبه لرئيس بري نحن على تواصل معه، انا عملت عده اجتماعات وكذلك امر تواصلنا مع غسان تويني، مع السفير غسان تويني صديقنا العزيز بنوجه له التحيه، وكذلك امر كان في اجتماعات مكثفه بين غسان تويني والرئيس بري، ولابد ما بالنهايه نتواصل، يعني من الضروري نقدر نتوصل لنتيجه. بس اذا هذا الشيء ما تحقق، لانه كمان الأمور مش بإيد الرئيس بري، أنا بخشى أنه لما أكون عم نحكي عن رئيس توافقي والضغوطات اللي عم تنعمل بموضوع الرئاسي، هو بالواقع يكون الرئيس توافقي ليس على صعيد الداخلي توافق لبناني لبناني، إنما يكون هالرئيس توافقي على صعيد اللبناني السوري، توافق لبناني سوري حول رئيسة الجمهورية. ومن هون نحن خايفين مثل ما سبق قلنا على صعيد الانتخابات النيابية، كمان على صعيد الانتخابات الرئاسية، انه ترجع سوريا تحقق نفوذها السياسي من خلال نظرية الرئيس التوافقي اللي بالنهاية بكون سوريا إلى قسط كبير فيه. ونحن هذا الخايفينه، وخايفين انه يكون عم يتحضرنا رئيس يكون بدون ما حدا يدري يكون سوريا إلى حصة كبيرة فيه، وهذا نحن واعيين تماما لهذا الأمر، ولذلك عم نصر أنه الرئيس القادم يكون رئيس لبناني 100%، لا فرق يكون تابع لأي حزب أو أي جهة سياسية، إنما بدنا يكون قوي وقادر
أن ينجز